أول ذلك آمن تهتد، من آمن اهتدى، اهتدى إلى معرفة ما جهل، هذه ثمرة لمن حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسلم له تبارك وتعالى، وما نازع ولا اعترض ولا عارض، والله سبحانه وتعالى يقول قل هو للذين آمنوا ماذا؟ هدى وشفاء. ستحصل الهداية بشرط ماذا؟ أجيب، بشرط الإيمان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقول جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فحقق الإيمان وأبشر بالهداية لما للحق الذي اشتبه عليك. وكل من كان طالبا للهداية فعليه أن يطلبها لمن هي بيده. أطلب الهداية من حيث طلبها خليل الله إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أطلب الهداية من الله وحقق الإيمان به وستصل إلى الهداية بتوفيقه ورحمته جل في علاه.